ده برضو عشان نعرف زي ما سمعنا من كابتن عمرو انور وحديثه عن اللقاء، نروح لارضيه الملعب مع زميلي خالد رزق ومعاه كابتن علي غزال مدرب نادي دجله ولاعب نادي دجله علي حسين. كابتن علي غزال، يعني مدرب فريق وادي دجله. يا كابتن برحب بيك على اون تايم سبورتس. بقول لك يعني منصب جديد بالتاكيد موفق فيه ان شاء الله. اتكلمنا عن مباراه النهارده، اكيد مباراه صعبه جدا ليكم، فرص كتير، ولكن انتهت المباراه بالتعادل، واكيد حاله من الحزن في فريق وادي دجله بعد هذا التعادل. مظبوط، حقنا والله ان يعني احنا نزعل، بما ان احنا كنا ماسكين الماتش من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، ضيعنا فرص كتير. لازم نزعل على على النقطتين اللي ضاعوا مننا النهارده. ماتش في ملعبنا، كنا نازلين عاوزين نحقق الثلاث نقط، بس الحمد لله يعني ما فيش نصيب. بس احنا عملنا اللي علينا واشتغلنا من اول دقيقه في الماتش لحد اخر دقيقه، ماسكين الماتش يعني الحمد لله. ممكن تقريبا ما فيش الا شوطه واحده على الجون عندنا او حاجه، في بكم الفرص اللي احنا ضيعناها والفرص اللي احنا خلقناها النهارده. بس ان شاء الله نتعوض الماتش الجاي ان شاء الله. بتشوف يا كابتن النهارده التعادل او اهدار الفرص، هل هو شفت النهارده سوء توفيق لفريق وادي دجله، ولا كان في قصور من بعض اللاعبين من وجهه نظرك؟ لا خالص، اللعيبه كلها اجتهدت وعملت اللي عليها، كان في تنظيم الحمد لله، دفاعي كويس وخلقنا فرص قدام كويس اللي احنا نسجل منها اهداف. الشوط الاولاني كان لينا فرصتين تقريبا، من بس كانت متطرفه شويه فكانت صعبه شويه، ما تعتبرش فرصه 100%. الشوط الثاني اللعيب بيحط الكوره وجون، اللعيب بيطلعها من على الخط، واحده بنالتي يعني زي ما شفناها، الراجل طلعها بايديه، فمش مش هيعملوا حاجه تاني اكتر من كده. طالما اللعيب حط الكوره كويس وسدد جوه جون بين الثلاث خشبات، فدي خلاص هتعمل ايه تاني؟ التوفيق بعد كده بتاعت ربنا انها تدخل او ما تدخلش. يعني شايفين النهارده لاعبين موفقين وقدوا اللي عليهم، ولكن سوء التوفيق النهارده. بالظبط، الحمد لله كل الناس عملت اللي عليها كويس النهارده، التزمت بالتعليمات اللي لعبناها، ماسكين الحمد لله مباراه، وما فيش مشكله بنروح تاني وتالت، بس عدم التوفيق.